الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين الذين تقبل صلواتهم ويستجاب لدعائهم، وممن يرفع الله جل وعلا درجاتهم في جنان الخلد. وبعد، فلعلنا إن شاء الله أن نأخذ آيات من سورة يوسف من أجل أن نتعلم معانيها وما اشتملت عليه من الفوائد والأحكام، فلعلنا نقرأ عدداً من هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال
قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لما ذكر الله جل وعلا تآمر امرأة العزيز مع النساء التي كان لهن مكانة ومنزلة في ذلك المجتمع على يوسف عليه السلام، حيث تآمروا عليه إن لم يستجب لهم أنهم سيقومون بإدخاله للسجن، وسعوا في ذلك حتى أدخل نبي الله السجن مظلوما بلا جناية ولا جريمة، وإنما دخلها لأنه أراد العفة والتحصن من السوء. في نفس الوقت الذي دخل فيه يوسف للسجن دخل معه فتيان، أي غلامان مملوكان لسيد هذه البلاد وملكها، حيث اتهما باتهام عظيم أن في الطعام الذي يقدمانه ما يضر بالملك أو يؤدي بحياته. كان أحدهما خبازا يصنع الخبز، وكان الآخر خمارا يصنع الخمر، وبالتالي كان هناك شك أن أحد هذين الطعامين قد اشتمل على ما يضر بحياة الملك. اتهم بذلك، وحينئذ قرر ملك زمانهما إدخالهما في السجن حتى يتبين الحال. رأوا من حسن عبادة يوسف ومن إحسانه، ولعله أخبرهم بأنه يعبر الرؤيا، فحينئذ رأى الرجلان في منامهما رؤى غريبة. أما الخمار فرأى أنه يعصر خمرا، يعني يعصر عنبا حتى ينتج منه الخمر، وفي هذا إطلاق الاسم باعتبار ما يكون عليه. وأما الآخر وهو الخباز فقال إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وحينئذ طلبوا من يوسف أن يقص عليهم، أن يؤول عليهما هذه الرؤيا، فقال له تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، أي أخبرنا بتعبير هذه الرؤيا التي يؤول أمر الرؤيا إليها ويعود في مآله إلى أن يكون كذلك. وعلل طلبهما منه بأنهم يرونه من المحسنين، قالوا بأن من شأن يوسف أن يقدم الإحسان إلى غيرهم، وهو عالم بتأويل الرؤيا، فيكون تأويل الرؤيا من الإحسان إلى الآخرين. حينئذ أراد يوسف أن يستغل المقام في الدعوة إلى الله والأمر بتوحيده وإفراده بالعبادة، ولكنه خشي عليهما من السآمة والملل، وحينئذ أخبرهم بأنه سيؤول رؤياهما لكن بعد أن يحدثهما بما يرى أنه مهم بالنسبة لهما. فقال لهما
لا يأتيكما طعام ترزقانه، أي سأنبئكم بتأويل الرؤيا قبل أن يحل وقت الوجبة الغذائية الآتية التي يحضرها القائمون على السجن. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل الرؤيا التي رأيتموها قبل أن يأتيكما الطعام، من أجل ألا ينفر من كلامه. ثم بين لهم أن هذا من تعليم الله له، فقال: ذلكما مما علمني ربي. إما أن يكون المراد به أن تفسيري للرؤيا التي سأفسرها لكم هو من تعليم الله وليس ناشئاً من عندي، وإما أن يريد أن التوحيد الذي سيدعوهم إليه هو من عند الله. ولما قال هذه الكلمة؟ من أجل أن يربطهما بالله عز وجل، لينطلق في هذا إلى الحديث عن الدعوة إلى التوحيد. فقال لهم: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. هذا الرب الذي علمني هذا التأويل قمت بإفراده بالعبادة، وتركت ملة أقوام كانوا لا يعبدون الله عز وجل. يريد بذلك من كان يسكن في تلك البلاد من الكنعانيين وغيرهم ممن يصرفون عباداتهم لغير الله عز وجل، وكانوا لا يؤمنون بوجود آخرة يحاسب العباد فيها. إني تركت ملة، أي ديانة قوم، أي قبيلة لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة وهم كافرون، فلا يقرون بوجود يوم الحساب والجزاء. أراد بهذا أن يبعد عنهم الشرك والكفر من أجل أن تصفو قلوبهم للتوحيد، ولذا قال بعده: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فإبراهيم جد أبيه، وإسحاق جده، ويعقوب والده. وأراد أن يعرف بهؤلاء الأنبياء الذين تسلسلت النبوة فيهم، ثم قال: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي شأننا الذي سرنا عليه هو إفراد الله بالعبادة، فلم نتوجه لغير الله، لا للأصنام ولا للقبور ولا لأولياء ولا لملائكة ولا لأنبياء، وإنما أفردنا الله تعالى بالتوحيد. ثم ذكر أن الهداية للتوحيد نعمة عظيمة، فقال: ذلك من فضل الله علينا. فالله هو الذي هدى، والله هو الذي جعلنا ندخل في هذا الطريق. وهذا أيضا من فضل الله على الناس، لأن التوحيد متى وجد الداعي الذي يدعو إليها كان هذا من أسباب استبصار الناس ومعرفتهم للحق. ثم قال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يؤدون شكر نعمة التوحيد وشكر نعمة إفراد الله بالعبادة، ومن ثم يقعون في الشرك. ثم خاطبهم بخطاب يستجر به قلوبهم، بأن يذكرهم بالصحبة التي بينه وبينهم، فقال: يا صاحبي السجن. والصاحب هو من يلزم صاحبه ورفيقه بحيث يكون معه، وهو قد رافقهم في السجن،
فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون؟ يعني قارنوا بين هذه المعبودات من الأصنام والأحجار والأشجار التي هي متفرقة والتي لا ينصر بعضها بعضا، فهل هي خير أم الله الواحد القهار رب العزة والجلال الذي لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وهو قهار أي غالب لكل من سواه، لا يستطيع أحد أن يقف في وجهه جل وعلا، بل أمره نافذ على الجميع. ثم قال لهم مبينا ضلال الطريقة التي يسيرون عليها من توجيه العبادات لغير الله، فقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، يعني أن هذه المعبودات من الأشجار والأحجار والأصنام لو تأملتم لوجدتم أنها لا عقل لها، ولذا قال ما تعبدون، وما لغير العاقل، فقال هذه الآلهة التي تعبدونها ليس لها حقيقة، فليس لها تصرف في الكون، وليس لها أمر ولا نهي، ومن ثم لا تستحق شيئا من العبادة، وبالتالي هي مجرد أسماء بدون مسميات حقيقية لها. فقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فغاية هذه المعبودات من الأصنام أنكم أنتم الذين جعلتموها آلهة أنتم وآباؤكم، وهي لا تتصرف ولا تأمر ولا تنفع ولا تضر، ما أنزل الله بها من سلطان، أي هي غير مؤيدة بدليل يدل على صحة توجيه العبادة لها. ثم قال إن الحكم إلا لله، فالحكم الذي يجب أن يطاع والحكم الذي ينفذ والحكم الذي لا بد أن يسار على مقتضاه هو حكم الله جل وعلا، وهذا يشمل أمرين، أولهما الحكم الكوني، فإن ما في الكون لا يصرفه إلا الله، فهذه المعبودات لا تتصرف في الكون بشيء، فليس لها من الحكم الكوني شيئا. وكذلك يراد بالحكم الحكم الشرعي، فإنزال الشرائع وتحليل الأفعال وتحريمها إلى الله جل وعلا، فمعبوداتكم من هذه الأصنام لا تستطيع تحليلا ولا تحريما، ولذا قال أمر، يعني أن الله عز وجل طلب طلبا جازما من العباد ألا يعبدوا إلا إياه، فلا يصرفوا شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا. ثم قال ذلك أي التوحيد، ذلك الدين القيم أي الطاعة لله التي لا اعوجاج فيها، بل هي مستقيمة وقائمة بنفسها، لا تحتاج إلى من يقيمها، ولكن أكثر الناس لم يلتفتوا للتوحيد ولم يمعنوا النظر فيه، وبذلك أصبحوا من الذين لا يعلمون. فلما قرر لهم مبادئ التوحيد وأبطل الشرك وعبادة هذه المعبودات من دون الله جل وعلا، انتقل بهم إلى تأويل رؤياهم، فقال يا صاحبي السجن، أياما كان معي في السجن مصاحبا ولبث في صحبتي أياما، أما أحدكما، يعني أحد هذين الفتيين اللذين رأيا في المنام ما رأيا، فيسقي ربه خمرا،
فذلك الذي رأى أنه يعصر خمرا في المنام تأويل رؤياه أنه سينجو وأنه ستثبت براءته وأنه سيعود إلى الملك عاملا عنده، حيث يثبت أن ذلك الخمر ليس فيه سم ولا ما يضر بملكهم. وأما الآخر الذي رأى الرؤيا الأخرى حيث رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، ففسرها بأنه سيكتشف ما عمله في الطعام، وسيعرف أن الطعام الذي صنعه هذا الخباز وهو الذي فيه المواد الضارة من سم وغيرها، وبالتالي سيأمر الملك بصلبه بحيث يوضع على خشبة منصوبة أمام الناس بعد قتله، وبالتالي تأتي الطيور من النسور ونحوها فيأكلون من رأسه. وحينئذ أنهى تفسير الرؤيا فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي تطلبان الفتيا بتوضيح الأمر وتعبيرها. وقال ذلك لئلا يراجعه أحدهما في التفاصيل، وهو إنما علم بتفسير الرؤيا، ولئلا يطلبه من حكم أو من دل تعبير رؤياه على أن الطير ستأكل من رأسه، لئلا يطلب من يوسف مدا في حياته أو نجاة أو عدم حصول ما فسر به رؤياه. وقال: وحينئذ توجه يوسف إلى ذلكم الخمار الذي علم أنه سينجو وعلم أنه سيكون قريبا من الملك، وبالتالي طلب منه أن يحادث الملك في أمره ويسأله عن حاله لعله يلتفت إليه فيزيل ما وقع عليه من ظلم. فقال للذي ظن أنه ناج منهما، أي قال يوسف للذي رأى أنه يعصر خمرا حيث غلب على ظنه بناء على تأويل الرؤيا بأنه سينجو وأنه لا تنزل به عقوبة مماثلة لعقوبة الآخر، ماذا قال له؟ قال: اذكرني عند ربك، أي اذكر وعرف الملك بشأني، فإن الرب هو المتولي للنعم، وأراد به هنا ملك مصر. فقال يوسف له: اذكرني عند ربك، أي عرفه بقضيتي وبين له ما وقع علي من الظلم. خرج صلب الخباز ونجا الخمار وذهب إلى ملكه واشتغل عنده، فنسي يوسف ونسي تأويله للرؤى. قال: فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أن الشيطان جاء لهذا الذي نجا من السجن فأنساه أن يذكر ربه وسيده بقصة يوسف. فقوله ذكر ربه أي الذكر الذي يذكر به سيد ذلك الفتى. فكان هذا من أسباب بقاء يوسف عليه السلام عددا من السنوات في السجن حتى رأى الملك رؤياه. فقوله بضع سنين، البضع من 3 إلى 9 سنوات، فبقي في هذه المدة مسجونا. ففي هذه الآيات من الفوائد
ذكر شيء من تعبير الرؤى المنامية وكيف آتى الله جل وعلا يوسف معرفة وعلما بذلك، وفي هذا تذكير الإنسان لغيره بنعم الله عليه، ليكون هذا أدعى لأن يشكر الله جل وعلا عليها. وفي هذه الآيات تذكير الناس ببعض القواعد التي يسير عليها المعبرون في تفسيرهم للرؤى. وفي هذه الآيات أن من أراد أن يمهد لحديثه بتمهيد فلا بد أن يشعر من يخاطبه بأنه سيصل إلى مقصوده في الحديث. وفي هذه الآيات أن تعبير الرؤيا منحة من الله ومنة منه سبحانه وتعالى، يعطيها من يشاء من عباده. وفي هذه الآيات الحذر من طريقة الكافرين، وفيها التحذير من طريقة أهل الشرك بصرف العبادات لغير الله جل وعلا. وفي هذه الآيات وجوب الإيمان باليوم الآخر، فهناك يوم سيقف الناس فيه ويحاسبون على أعمالهم ويجازون عليها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، كما قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي هذه الآيات افتخار الإنسان بمآثر آبائه وأجداده، خصوصا ما كان من أفعال الخير وما كان من قيامهم بعبودية الله جل وعلا. وفي هذه الآيات تحريم الشرك بصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات تذكير الناس بفضل الله عليهم بالنعم المتوالية، سواء كانت نعما دينية من مثل الدخول في دين الإسلام، ومن مثل استمرار الإنسان في أداء الصلاة أو دفعه للزكاة أو نحو ذلك. فمن قام بهذه العبوديات لله أورثه الله علم ما لم يعلم. وفي هذه الآيات عتاب من لم يشكر نعم الله جل وعلا، واجب أن تشكر هذه النعم. وفي هذه الآيات تناقض المشركين، حيث إن كل منهم يدعو إلى عبادة صنم، ولو كانت عبادتهم صحيحة لكان هناك مضادة ومقابلة ومقاتلة بين هؤلاء المعبودات. وبالتالي قال عنهم أرباب متفرقون، أي لا يعين بعضهم بعضا. وفي هذه الآيات التذكير بقدرة الله وقوته وقهره وغلبته. وفي هذه الآيات أن المعبودات من دون الله لا حقيقة لها، وإنما هي أسماء مجردة، فهي لا تنفع ولا تضر ولا تتصرف في شيء من هذا الكون. وفي هذه الآيات إبطال حجة الكافرين على صرف العبادة لغير الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن المعبودات من دون الله إنما هي أسماء لا حقيقة لها. وفي هذه الآيات أن صرف العبادة لغير الله أمر باطل،
ولم يقم عليه دليل لا من كتاب ولا سنة. وفي هذه الآيات أن الله قد أقام الأدلة المتتابعة على وجوب إفراد الله بالعبادة والتوحيد. وفي هذه الآيات أن التوحيد دين قيم، فهو مشتمل على قيم الأخلاق والسلوك، وقد اشتمل على المعاني العظيمة التي فيها نجاة العبد في دنياه وأخراه. وفي الآيات تعبير الرؤى وتفسيرها ولو بعد مدة. وقوله لما قال الأول إني أراني أعصر خمرا أشعره بأنه سيبقى ساقيا لسيده، وأما الآخر فقد رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا، وففسرها بأنه يموت وتأتي الطير فتأكل من جسده وبدنه. وفي هذه الآيات أن تعبير الرؤيا يسمى فتوى، ولذا قال في هذه القصة قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وفي هذه الآيات أن الإنسان يبذل الأسباب المؤدية إلى رفع الظلم عنه، ولذا طلب يوسف من هذا الرجل الناجي أن يذكره بحاله عند الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن قدر الله لازم، وبالتالي لا يأمن الإنسان من أن تأتي أقدار الله على أي حال كان. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وأسعدكم في الدنيا والآخرة وجعلكم من أهل الجنان، كما أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يوفقهم لكل خير وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.